السلام عليكم حبايبي طلبة الصف السادس، والنهاردة مع الحلقة الثانية أو لسن الثاني من اليونت. اليونت كان بدأ بمحادثة عن محادثة تليفونية عن المتحف المصري، وكان كريم عايز يروح المتحف. طيب يا ترى ايه بقية الأماكن اللي احنا ممكن نروحها؟ هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا النهاردة، ركزوا معايا تستفيدوا كتير، وهنشرح كمان الجرامر وازاي نكتب ايميل. يلا تابعوني، معاكم فاطمة البن. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد البلايسز اللي احنا ممكن نروح. اول حاجة ايه عندنا يا حبايبي؟ بيقولك I go to the، go to اذهب الى، وياتي بعدها المكان اللي انا عايز اروح. طب في عندي صوره ايه هنا؟ صوره سكول. يعني ايه سكول؟ مدرسه. طيب انا بروح المدرسه لكي، to learn. الله يا ميس، ده كده بقى في عندي اتنين تو في الجمله. برافو عليك، انت ولد ذكي ولماح. بقى في هنا تو جاي بعدها مكان، يبقى تو دي معناها ايه؟ الى. انما هنا تو بلس المصدر وجاي بعدها فعل، معناها لكي ايه؟ اتعلم. حلو كده. طيب يبقى احنا بنروح المدرسه علشان نتعلم. طيب اي برضو جو تو ذا، هنروح فين المكان؟ باربرز شوب. ايه الباربرز شوب ده؟ محل الحلاق. طب هنروح نعمل ايه عند الباربرز شوب؟ هنروح to get a haircut عشان نحصل على قصة شعر. في مكان تاني هنروحه؟ I go to the library، هروح المكتبة. طب المكتبة دي بنشتري منها كتب ولا بنقعد نقرأ فيها وبنستعير منها كتب؟ المكتبة بنشتري منها، اسمها البوك شوب. المكتبة اللي بنقعد ونقرأ فيها اسمها library، وكمان بستعير منها كتب. يبقى يعني ايه نقرأ؟ to read عشان نقرأ، to borrow books عشان كمان نستعير ايه؟ نستعير كتب. هنروح فين تاني؟ هتروح بيقولك هنا I go to the، بروح للايه؟ للترين ستيشن. يعني ايه ترين ستيشن؟ خلي بالك من النطق هنا، كلمة ستيشن تي اي او ان شن، ترين ستيشن. طب بنروح محطة القطار علشان نعمل ايه؟ تو تيك ذا ترين. لو حد مسافر، سافر لقرايبه، مسافر مصيف، طيب احنا لازم نركب الايه؟ القطار. تو تيك ذا ترين. ثياتر المسرح، بنقول هنا اي جو تو ذا ثياتر المسرح to see the show عشان اشوف العرض المسرحي، عشان اشاهد الايه؟ العرض المسرحي. كمان بروح البيفمنت. ايه البيفمنت ده يا جماعه؟ الرصيف. بعمل ايه على الرصيف يا جماعه بتاع الشارع؟ to walk on علشان امشي عليه. ينفع امشي في وسط العربيه؟ نو، ما ينفعش. طيب تعالوا دلوقتي ناخد حاجة تانية. عندنا حروف جر مهمة قوي هنستعملها دلوقتي واحنا بنكون الجمل. البريبوزيشنز اللي عندي اول حاجة beside، behind. يعني ايه beside؟ بجانب. بصي هنا الشجرة فين؟ جنب الايه؟ جنب الكرسي. شايفينها في البارك اهي. طب هنا behind يعني خلف، الشجرة فين؟ خلف الكرسي. طب هنا across from يعني على الجهة المقابلة، ده الناحية دي وده الناحية التانية، الاتنين في وش بعض. الاتنين ايه؟ في وش بعض. طيب هنا الشجرة فين؟ in front of، امام. شجرة امام الكرسي. طيب هي قريبة هنا من الكرسي، near، بالقرب من. بالقرب من ده يا جماعة ممكن يبقى ورا قدام كده، بس هي قريبة منها. above يعني فوق، فوقيها كده. لو رفعت وانا قاعد هنا كده راسي اشوف الايه؟ الشجر. هي فوق. ماشي حبايبي، دي كلها اسمها ايه؟ prepositions، اسمها حروف جر. اسمها ايه؟ حروف جر.
طب هنستعملها في ايه؟ هنعرف دلوقتي. يلا خليكوا تابعوا معايا. تعالى حبايبي نشوف الاماكن ديت هنقدر ازاي نستعملها وندخلها في جمله. بص كده عندنا بيقول لك the library is beside the post office. the library اللي هي مين؟ المكتبه. مالها تكون؟ لازم يا جماعه بعد الفاعل لازم يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى فيه فعل. تكون فين؟ beside the post office، بجانب البوست اوفيس. تايم the bank is، البنك ماله؟ is in front of، امام. امام ايه؟ the train station، امام محطة القطار. يبقى in front of معناها ايه؟ امام. ناخد بالنا من حاجة، انه كتير في سؤال choose، اختار the correct answer، يجي يخبي كلمة front ويحط هنا off in ويحط هنا off، وهنا في النص فاضي. فانا على طول طالما شفت off اختار ايه؟ اختار كلمة front. طيب the school is near the hospital. المدرسة بالقرب من المستشفى. the school is near the hospital. المدرسة بالقرب من المستشفى. نبص هنا كده عندنا في expression اسمه there is. يعني ايه there is يا حبايبي؟ there is يعني يوجد. لازم يجي بعدها اسم ايه؟ singular، مفرد. برافو عليك. فمثلا لما اقول لك there is a tree on the pavement، يوجد ايه؟ يوجد شجرة. شجرة دي ايه؟ مفرد اهي. على الايه؟ على البيفمنت الرصيف. امال there are معناها ايه؟ there are معناها يوجد طبعا للجمع، وياتي بعدها اسم ايه؟ اسم بلورال، اسم جمع، يعني اخره اسم. اقول there are trees on the pavement، يوجد ايه؟ يوجد اشجار على الرصيف. انا بس كنت عايزه افكركم بحاجه، عايزه اقول لك ان is معناها يكون، وفي الماضي هتبقى was. are معناها يكون، وفي الماضي هتبقى were. فلما اقول there was معناها كان يوجد، وياتي بعدها اسم ايه؟ اسم مفرد. تعالوا نشوف المثال ده. يقول لك there was يعني كان يوجد. كان يوجد ايه؟ a library beside، بجانب the post office، بجانب مكتب البريد. there was a theater، كان في مسرح. فين؟ across from. كتير بيجي ما فيش موجود across وبعدها from، وهنا في فاضي. فالمفروض انا شفت from احط كلمة ايه؟ across. across the hotel. ماشي يا حبايبي؟ طيب تعالوا دلوقتي نعمل سؤال من الجملة الجميلة دي. يقولك ايه؟ بيقول there was كان يوجد. عايزين نعمل سؤال. والله احنا محتاجين فعل ايه؟ فعل مساعد. فعل المساعد هنا جاهز معايا اهو was. هنجيبه في الاول عشان نعمل سؤال بمعنى هل، وانزل برضو there هنا. was there هل كان يوجد. was there a bridge هل كان يوجد. above كوبري، above يعني فوق. the river احنا فاهمين الفرق بين above وon يا حبايبي؟ لما انا مثلا قاعد بذاكر على ترابيزة وفوقية الايه؟ وفوقية اللمبة محطوطة في السقف مثلا، فكده تبقى اللمبة فين؟ above the table، فوق الترابيزة. انما لو انا حاطة قلم على الترابيزة يعني تقريبا لازق فيها، يبقى هنا الترابيزة دي هقول على القلم انه on the table. ده الفرق، ان above بتبقى اعلى شوية من on. The river. Was there. هل كان يوجد a bridge above the river؟ كان في كوبري فوق النهر. والله لو قلت yes هنعمل مقص ونزل there الأول was بعديه. إنما لو قلت no هعمل نفس الحكاية وهقول there wasn't. طب إيه لفايدة النط دي؟ النط دي حبايبي عشان no. هتاخد بالك طالما في هنا مفيش، في هنا يس مش هنحط نوت.
في نو هنحط ايه؟ هنحط نقط. يعني لو هنا كان جايب لي نقط كده وهنا جايب نقط، اول ما اشوف النقط الوزن دي اعرف ان اللي هنا كان نو. طب ما لقيتش نقط، اوعي تحطي نو، نحط ايه؟ نحط يس. يلا حبايبي نعرف دلوقتي كيفية عمل البريد الالكتروني. بريد الكتروني يعني ايميل، وده اختصار للاي دي، اختصار لكلمة الكترونيك، اختصار لكلمة الكترونيك يعني الكتروني. يعني انا مش هكتبه على بيبرز على ورق، لا ده انا هكتبه عن طريق الانترنت. طيب الايميل بتاعنا مطلوب مننا ان احنا نكتب فيه 7 sentences، 7 جمل. تعالوا ناخد مثال صغير. بيجي في الامتحان يقول لي write an email، اكتب بريد الكتروني to your friend Anas. عايزين واحنا بنقرا عنوان السؤال نحط خط تحت الحاجات المهمه. فاحنا هنكتب ايميل، خلاص عرفنا ان ده مش ايه، مش باراجراف، ده ايميل. دي اول معلومه. المعلومه الثانيه ان هو لصديقي مين؟ انس. مهمه قوي تو دي، يعني ده رايح لانس. To tell him about، وبعد كلمه about يا جماعه هو ده السبجكت بتاعي. السبجكت يعني ده الايه؟ الموضوع. خلاص؟ Your school library، عن مكتبة مدرستك. Your name is عمر، معلومة مهمة تانية. يبقى الموضوع كان رقم 3 واسمك رقم 4. Your email address is عمر@yahoo.com. بدأ يديني ايه؟ معلومة كمان، المعلومة رقم 5، قال ان انا مش هكتب ايه عمر بس، لا ده انا هكتب عمر وكمان البريد الالكتروني بتاعه كم. طيب your friend's email، وكمان عنوان صديقك is anas@yahoo.com. نفتكر كده احنا كنا في المعلومة رقم 5، دي المعلومة رقم 6. هنبدأ نشتغل بقى بالمعلومات اللي عندنا. اول حاجة حبايبي انا عايزاك تبقى عارف ان هنكتب في اول 3 سطور 3 حاجات ورا بعض مهمين. to from subject، to from subject، to يعني الى، from من، وsubject الموضوع. to الى، يا ترى الى مين؟ ها الى انس. هدي بقى ايه، مش هكتب انس واسكت، لا هكتب انس والايميل ادرس بتاعه anas@yahoo.com. from من مين؟ طبعا منك انت، بس هو مديك اسمك فين؟ في مقدمه الايميل. قال ان اسمك عمر والبريد الالكتروني عمر@yahoo.com. طب الموضوع كان عن ايه؟ حد فاكر؟ كان عن my school library، عن ايه؟ مكتبه المدرسه بتاعتي. كده الثلاث جمل دول لسه ما دخلناش على السبع جمل اللي هو عايزه، فدول اساسيين في الايميل. لو ما شافش الحاجات دي في الايميل كده يبقى الايميل غلط يا حبايبي. طيب بعد كده ما نكتب الحاجات دي هنكتب دير مين؟ دير انس، يعني عزيزي انس. وهنبدا في كتابه السبع جمل. هنبدا نقول How are you؟ اي حد ببعت له ايميل لازم ايه؟ اسال عليه، اقول له انت عامل ايه؟ ازاي؟ How are you؟ كيف حال؟ السطر الاولاني يا حبايبي هسيب كده حاجه بسيطه ونبدا الكتابه، مش هكتب من اول السطر، لا هسيب حاجه بسيطه ونبدا الكتابه من هنا. How are you؟ دي جمله اساسيه عندي. بعد كده هدخل في الموضوع، اقول له In my school، في مدرستي، I have a big library. Full stop. خليك حريص على ان كل ما تخلص جملة لازم الفول ستوب، عشان كده اعرفه ان الجملة ايه؟ الجملة خلصت. I like reading. انا احب القراءة. My favorite book، كتابي المفضل is، هو بين قوسين بقى عشان انا هقول اسم كتاب، The Jungle Book، كتاب الادغام، عارفينه بقى بتاع ماوكلي والحاجات الحلوة دي. I go to the library 3 times a week، بروح المكتبة 3 مرات في الأسبوع. برضو هنا في فول ستوب. أول كل جملة حبيب ما تنساش إنك تعمل أول حرف كابيتال. I can read books، أنا أستطيع أن أقرأ الكتب في المكتبة. إحنا ممكن إيه؟ نقرأ كتب بس كده؟ لأ. I can borrow books،
أنا أقدر أستعير كتب. Reading is fun. القراءة ممتعة. كده عملنا كم جملة؟ 7 جمل. طبعا تقدر تكتب الجمل اللي انت عاوزها. في الآخر هنقول yours عمر، صديقك عمر، وبكده يبقى خلص الإيميل.